فريق الحرية صيدا حسين يونس إذن زيرو. اللي راح يسلموا الكاس طبعا عضو اللجنة التنفيذية بالاتحاد اللبناني لكرة القدم، رئيس لجنة كرة الصلاة وكرة القدم الشاطئية جورج سولاج، يعني أيضا رئيس نادي النجمة راح يرفع هذا الكأس. يعني مبروك إذن لفريق الحرية صيدا لقب كأس لبنان للمرة الثانية بتاريخه بعد عام 2021. أيضا بعام 2022 عم يحرز هيدا اللقب، والزيرو رح يرفع كأس البطولة. مبروك للحرية وجهازه الفني ولاعبينه، إحراز كأس لبنان للمرة الثانية. والسؤال الأكبر يلي رح نسأله، هل رح ينجح الحرية بإحراز الدوبلي للمرة الثانية على التوالي؟ هيدا الشيء يلي رح نعرفه بالأسابيع المقبلة مع إكمال الفاينل فور الأسبوع المقبل ومن بعده الفينال.